معي عبر الهاتف العقيد الركن أحمد سعد الرميحي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثالثة. بما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن أصبحت متاحة للجميع، لا شك أن هناك من يقوم بتوظيفها للأغراض الإجرامية. هذا الاجتماع الذي شاركتم به الهدف منه صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، إذا بالإمكان أن تحدثنا عن أبرز ما جاء في هذا الاجتماع. إن شاء الله. السلام عليكم في البداية. عليكم السلام. والشكر لتلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة. في البداية طبعا انطلاقا من توجيهات سيدي معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية وإيجاد أرضية مشتركة مع مختلف بلدان العالم لبناء مجالات تعاون في هذا الشأن. شاركت الوزارة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لصياغة اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والذي عقد في مكتب الأمم المتحدة بفيينا. وقد أشرت خلال مشاركتي على مرئيات وزارة الداخلية حيال وثيقة التفاوض على 4 مرتكزات رئيسية. في البداية أن تنطلق الوثيقة من مبدأ سيادة الدول عدم التدخل في الشؤون الداخلية. 2. ضمان سير العدالة وتطبيق القانون وممارسة السلطات القضائية وفق التشريعات الوطنية. وفي الختام أن تراعي صياغتها الصكوك للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى. طبعا أبرز ما تم خلال الجلسات المباحثات هو عرض الوثيقة الموحدة، وقد أبدت الوفود حيالها مرئياتها على أن يتم عقد مباحثات أخرى خلال شهر أبريل وأغسطس من أجل الوصول إلى صيغة توافقية دولية. طبعا اللجنة هذه تنعقد بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة وإشراف تنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة. في الختام أتمنى أن خلال أغسطس، يعني خلال مباحثات أغسطس، أن الوصول إلى اتفاقية دولية توافقية توافق عليها الدول بحيث نقدر نعرضها على دولنا للاتفاق عليها والتوقيع عليها. نعم، شكرا جزيلا لك العقيد الركن أحمد سعد الرميحي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.